مساء السعادة، مساء نور حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا، واسمحوا لي النهارده ان اقدم تهنئتين في البرنامج بتاعنا. يمكن دي اول مره، واللي حابب طبعا ان اقدم له اي تهنئه من خلال البرنامج يا ريت يبعت لي وانا تحت امره وعينيا الاثنين. اول تهنئه باسم الاستاذ اسامه سعيد ايوب، عيد ميلاده النهارده 5/1، بقول له كل سنه وهو طيب وعقبال مليون سنه. تاني تهنئه عروستنا الجميله هاجر رشاد السيد، بقول لها يا حبيبه قلبي الف 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 مبروك، ويا رب يعني يكون على خير ان شاء ربنا باذن الله، وعايزاكي تجمدي كده يعني اشتغلي صح. حكايتنا بقى النهارده عشان ندخل فيها بسرعه اسمها الصندوق الاسود. يلا ندخل في الحكايه، يلا ندخل في الحكايه. بنوتتها النهارده بنوته من اسره متوسطه، هي مش عايزه اقول متمرده على الوضع، لكن هي عايزه يبقى ليها كيانها، هي ليها طموحها، عايزه يعني تحسن من مستواها الاجتماعي. رغم ان اللي حواليها كلهم اتجوزوا، الا انها يعني كانت فكره الجواز دي الحقيقه مش في دماغها خالص، مش بصلها خالص، هي عايزه تحقق هدفها، عايزه في كبارها يبقى معاها القرش كده زي ما بيقولوا، يعني انا عايزه يبقى القرش بتاعي معايا، مش عايزه احتاج لحد. وبعدين بقى فكره الجواز جات ما جاتش، هي الحقيقه ما كانش فارق معاها اطلاقا الموضوع ده، يعني تقريبا كده الحب بالنسبه لها بقى جه ما جاش، هي ولا بصاله من قريب ولا بصاله من بعيد. المهم البنوتة دي ساعت انها تشتغل، والحمد لله انها اشتغلت في شركة كانت صاحبتها ست، فده طبعا كويس جدا بالنسبة لها، والست دي الحقيقة حبتها قوي وبقت بتعاملها زي بنوتتها بالظبط. المهم البنت شغالة، بس في هنا ملحوظة ان البنوتة دي اجتهدت قوي قوي في شغلها، لدرجة انها كانت بتروح او البيت بالنسبة لها اوتيل، تروح تنام بس، لكن هي طول النهار شغلها اكل وشرب، ويعني مستميتة جدا جدا في الشغل بتاعها. المهم بقى بدأ بقى كده زميل ليها في العمل عمال يترقبها، يلمح تلميحات، يعدي قدامها، هو كان ناقص يقع قدامها يتكسر يعني بالمره، بس هو عايز يشغلها، عايز يقولها بصي عليا بقى الله يخليكي، يعني ركزي معايا شويه. الحقيقه مش في دماغها خالص برضه، لكن مع اصراره الشديد، وهو الحقيقه كان ولد نفسه طويل قوي، يعني بدأت هنا تتابعه او تراقبه وتبص بقى عليه، هو يكونش قلبها رق؟ احتمال يكون قلبها رق. المهم بعد فترة اتعرفوا على بعض، والحب ابتدى بقى يعني يدخل قلبها، وحبوا بعض جدا، والموضوع يعني بقى لطيف قوي. وهي بتقول ان انا اديته قلبي، اللي هي بالنسبة لها او هي شايفة ان قلبها ده كنز، انا مش هديه لأي حد، انا مش هضحي بيه كده، يعني استحالة انا اضحي بقلبي ده كده. وطبعا هي كانت انسانة حذرة قوي، لكن هي معاه لغت حذرها خالص، خلاص انا حبيتك واديتك قلبي، وانت بقى شوف انت هتعمل ايه. لكن هي عشان حبيته بشده وحبيته باخلاص قوي، حبت انها تاخده معاها في مجال عملها عشان يبقى قدام عينها بقى، يعني ده حبيبي بقى. فكلمت صاحبه الشغل، يعني الست بصراحه ما رفضتش، ممكن هي تكون حست بحاجه يعني، بس هي ما رفضتش، فقالت لها خلاص ما فيش مشكله، انا بثق في رايك، هاتي يشتغل معانا. وفعلا اتفتح له مجال في العمل معاها، والدنيا ماشيه كده كويس خالص، خلي بالكم. المهم البنوته دي بطبيعه عملها كانت بتخرج مع صاحبه الشغل بره بقى نطاق العمل يعني، او بره مقر الشركه. ففي صاحبتها بقى كلمتها قالت لها بصي بقى خلي بالك انت بتخرجي من هنا، وهو بقى هاتك يا هزار وهاتك يا ضحك، وبيروح يقعد مع واحده معينه. فقالت لها اه يعني ايه المشكله؟ مش فاهمه. قالت لها والله انت حره، انا نبهتك وخلاص، انا عملت اللي عليا عشان انت صاحبتي، خلي بالك. الكلام هنا ابتدى يشتغل في دماغها، وهي حد دماغها شغال، فروحت كده البيت قعدت مع نفسها او تكلم نفسها. وخلوا بالكم من حاجه، يعني في علم النفس اللي بيقعد مع نفسه او يكلم نفسه ده مش مجنون، ده بيبقى عبقري، يعني يقعد كده يخلق حوار بينه وبين نفسه. فخلقت الحوار اللي بينها وبين نفسها، وابتدت تاني ترجع لها شخصيتها القويه، بدات تركز بقى. وعلى ما اعتقد ان احنا كل واحده فينا كده عندها ميكروسكوب، بدات تشغل الميكروسكوب بتاعها عليه وبدات تراقبه. وراحت الشركه، وبعد كده راحت طلبت صاحبتها دي تعالي انا عايزاكي كده بس في السر. فجت لها قالت لها بصي بقى انا عايزه منك خدمه. قالت لها عيني اموريني، ده انت حبيبه قلبي. قالت لها انا عايزاكي بقى اول ما انا اخرج مع صاحبه الشركه تسجلي له، انا عايزه اسمع هو بيعمل ايه. قالت لها يا سلام، ده انا عينيا الاثنين. وقد كان فعلا البنت عملت الواجب وشويه كمان،
جابت الموبايل بتاعها وحطيته كده تمام، وخرجت وسابت الولد ده بقى عمال نازل تهريج وهزار والكلام ده كله، وسجلت له. خدوا بالكم بقى من اللي جاي، وسجلت له وبعتت التسجيل على الواتساب للبنوته وهي بره. البنوته جالها التسجيل على الواتساب، خرجت الحمام تسمع يعني هي بتقول هنا ان انا طول عمري اسمع عن كسره القلب لكن ما حسيتهاش. الحقيقه هي حسيتها، هي حست ان قلبها انكسر، مشاعرها اتكسرت، يعني انت هديتني، انت موتتني. استعادت بقى شخصيتها بسرعه وبدات تلم نفسها، وقعدت تاني مع نفسها اللي هي بتحبها قوي وتكلمها تاني، وقالت طب حاضر والله انا زي ما طلعتك السما لخسف بيك الارض. انت بقى جيت في ملعبي، ما دام لعبت بقلبي اللي انا اديتهولك اللي هو الكنز بتاعها او الصندوق الاسود بتاعها، انا هوري لك انا هعمل فيك ايه. وبدات تشتغل. سهل جدا بالنسبه لها انها كانت تدخل على جهاز الكمبيوتر بتاعه في الشركه، ودخلت بوظت له كل حاجه، جابت له اللي فوق تحت واللي تحت فوق وخربت له الدنيا. تاني حاجه برضو كان سهل جدا انها تمسك الموبايل بتاعه، وبمعنى اصح كده خلت الواتساب بتاعه كانه بتاعها بالظبط، ما هما الاثنين ايه واحد. بقت كل رساله تجيله او هو يكتبها عندها على الموبايل بتاعها، وقعدت بقى خدت سكرين شوت سكرين شوت وظبطت الدنيا على الاخر، لغايه بقى ما جه بقى اللي هي الكبيره قوي بقى، ادى للبنوته الثانيه ميعاد. قالت الله عليك يا حبيبي، ده انا عينيا الاثنين ليك. بعتت بقى اللي يصوروا برضو بكاميرا الموبايل، خلي بالكم كاميرا الموبايل دي او الموبايل ده كارثه من كوارث الزمن. بعتت بقى اللي يصوروا بكاميرا الموبايل المقابله الحلوه اللطيفه دي، وفعلا اتصور وجمعت له بقى الفايل اللطيف الحلو وطلعت بيه على صاحبة الشغل. يا مدام اتفضلي، الولد دوت عمل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يصح انه لما يكون موجود في الشركه بقى في وسط بنات وفي وسط سيدات، واخلاقه ومش اخلاقه، واحنا مرايه للعملاء، واحنا واحنا واحنا. ودخلت عليها. طبعا الست اقتنعت بالفكره، هاتوه. الست بقى عصبيه، هاتوهولي بقى انا عايزاه. جه غسلت، يعني عايزه اقول لكم غسلته، مسحت بيه بلاط الارض، قالت له انت ما ينفعش تاني تكون موجود عندي في الشركه، اتفضل شوف ايه الصور دي وايه وايه، وانت بتعمل ايه وانت كمان بوظت لي الشغل وانت وانت وانت. قالت له استاذ حضرتك اتفضل بره. طردته. حبيب قلبي خرج يا عيني طبعا على حبيبته بقى، يعني ما هي بقى اللي هتنقذه يا عيني. فراح لها، فراحت قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها والله حصل كذا وكذا وكذا، وانا استحاله اعمل كده واستحاله اعمل كده. فهي عامله كده وساكته وبتسمعه، فقال لها حبيبه قلبي انت سامعاني؟ قالت له اه انا سامعاك فعلا سامعاك. فقال لها طب ايه الحل دلوقتي؟ شوفي لي حل. قالت له اه الحل، طب استنى دقيقه واحده كده. راحت جابت له الورق، قالت له خد، انا اللي عملت فيك كل ده. شاف الحاجه قدامه، شاف الصور، شاف السكرين شوت، جات له صدمه صدمه، يعني مش قادره اقول لكم كان شكله ساعتها عامل ايه. قالت له بص بقى، انا هقول لك كلمتين بس. ايه هما الكلمتين؟ اطلع بره. هي هنا قصدها مش اطلع بره، اطلع بره الشركه، هي قصدها اطلع بره حياتي. وانتهت القصه على كده، حكايتنا خلصت على كده. انا بقى عايزه اقول له ايه؟ انا عايزه اقول له ان انت وصلتها انها تكون جثه. جثه يعني انت موتت مشاعرها، انت موتت قلبها. وخلي بالك من حاجه، اكتر الناس اللي كرهت او انتقمت بالشكل ده، يعني خلي بالكم هي انتقمت بشكل فظيع جدا، يعني هي عملت هنا افكار شيطانيه، انا بقول لك انت شطانه بصراحه تمام. اكتر الناس اللي اذت كانت بتحب قوي وهي حبتك قوي، انا مش هقول لك تاني اكتر من كده. انت بقى يا ست الكل، يا بنتتنا، يا حلوه، يا امورتي، عايز اقول لك ان انت خفيتي خلاص، انت خفيتي. خفيتي ليه؟ لانك خلاص قعدتي مع نفسك واستقويتي ورجعتي شخصيتك الحقيقيه تاني، وابتديتي ان انت تشتغلي عليه. على ما اعتقدش خلاص انت ضعيفه وانت مش محتاجه النصيحه على فكره، لان انت فعلا خفيتي. اعزائي المشاهدات، عايزه اقول لكم حاجه، كل واحده فينا بتدور على راجل كامل يعوضها عن ابوها، يكون ليها حبيب، صديق، زوج، يعني عايزه اقول لكم ان هي كده ترتاح على كتفه،
لما اكون تعبانه، يسمعها لما اكون متضايقه، يسندها لو وقعت. الحب مش نزوه، الحب استمرار للحياه. الحب اكبر من كده بكتير جدا. الحب اننا نكمل بعض. طب خلوا بالكم، انا سامعه ان في خناقه في الكنترول روم بين الضيف والضيفه بسبب الحلقه، والنبي يا استاذ اشرف ما تقعدش تهدي الدنيا، سيبهم لي. انا عايزاهم يدخلوا يعني هنا، انا عايزه المنافسه تبقى قويه. بقول لكم ايه، طبعا انا مش ههدي الدنيا خالص، انا هسخنها خالص، هروح اجيبهم. واوعوا تروحوا في اي حته، واستنوني. باي باي. حبايبي وحشتوني جدا جدا، جبت لكم الحقيقه الضيوف. يلا نكمل خناقه هنا بالمره، بس الاول اعرفكم عليهم وبعد كده نكمل الخناقه مع بعض. يسعدني ويشرفني يكون معايا الدكتوره رشا عبد العزيز، استشاري تربوي واعلامي، والدكتور محسن دهشان، استشاري السلوك الانساني والتقويم الذاتي. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك، نورتوني. ايه الهدوء اللي داخل ده دلوقتي؟ مش هينفع كده. هبدا بيها هي الاول طبعا. هبدا بيها. قولي يا دكتور رشا، اتفضل. الراجل بيخون ليه بيخون؟ انت سامعني يا دكتور؟ انا سامعك. احنا بنتكلم مع بعض. بيخون ليه يا دكتور؟ بصرف النظر عن القصه اللي احنا حكيناها دلوقتي، انا هقول في العموم. اتفضلي. اول حاجه ممكن يكون اختياره غلط، فيلاقي المواصفات اللي هو كان عايزها مش موجوده في الاختيار ده، فيبتدي يبص في اتجاه تاني، ومن هنا تبدا الخيانه. ممكن يكون ده سلوكه، هو سلوك انساني، هو مهما ما حصل على مميزات والكلام ده فهو برضو بيخون. ممكن كمان يكون الظروف اللي هو فيها، زي مثلا يكون في سفر، في مكان بعيد عن الأسرة والزوجة أو الخطيبة أو الحبيبة، فممكن أحيانا يبص ويخون، بتبقى الظروف هي المتحكمة شوية. ففي حالات كتير قوي ممكن، بس المشكلة إحنا بقى يعني نتعامل مع ده إزاي. تقبل المرأة نفسه، هيتقبل إيه من كل ده؟ هتدي فرص مش هتدي فرص؟ احنا اللي بنخلي ده يتكرر ويزيد ولا يقف او يتقاوم؟ يعني دي مبرراته ان هو ممكن يكون كان نفسه في حاجه وما لقاهاش. هو ده اللي موجود في الحقيقه، يعني هو ده اللي موجود معانا، وده بيبقى ناتج عن اختياره الغلط. يعني دي قصته هو برضو، مش قصتها هي. يعني انت اللي اخترت، هي فيها مميزات كتير يمكن حد تاني يحبها، تمام. لكن انت اخترت حاجه انت مش مقتنع بيها، او بدل بصيت لاتجاه تاني يبقى اذا انت مش مقتنع، انت حابب حاجات تانيه، حابب صفات تانيه، يبقى اذا لازم تكون صريح وتقول والله واحد اتنين تلاته. هو راجل طماع شويه يا دكتور. هو الراجل الشرقي طماع شويتين تلاته. انا دخلت داخله عشان ادخل عليك. دي حقيقه. طماع شويتين. تلاته اربعه عشر. يلا اربعه. دكتور محسن ازيك، عامل ايه؟ منورنا والله. ايه مبررات الراجل عشان يخون؟ هي قالت شويه مبررات، حضرتك شايف ايه؟ بدايه هو مفيش مبرر ان الراجل يخون، يعني هو الخيانه في حد ذاتها لو احنا يعني صنفناها وقلنا ان معنى الخيانه او مفهومها، هو الخيانه المقصود بيها الحلقه دي ان هو خيانه للمشاعر طبعا. يعني ان هو يعني ايه خان مشاعرها، فهل هو يعني ايه مبرراته هو ان هو يعمل كده؟ ممكن يكون زي ما دكتور رشا قالت ان فعلا ان هو ايه ممكن ما كانش فيه توافق ما بينهم الاول، او هو اختياره غلط. الاختيار الغلط ده بيبقى ناتج ان هو يعني اختار حاجه شكلها مثلا، بعد كده ما جه شاف طبعها لقاها طبعها مش متوافق مع شخصيتها مثلا، مش متوافق، فبدا ان هو ايه حد تاني شغله، حد تاني لقى ان هو يعني لقى في سنس بينه وبين حد تاني، بدا ان هو يتكلم معاه. او هو يا دكتور مش فاهم هو عايز ايه اصلا. أيوة. او ممكن أيوة. هو مش عاوز. صح، تمام. يعني هو مش فاهم، هو عايز كل صحيح. حاجه. فابتدى ده خلاص، يعني هي موجوده بالحاجات اللي عندها، وادور بقى على حد تاني ببقيه الحاجات اللي انا عايزها. هو خليها يعني ولا ايه؟ هو فعلا ده اللي بيحصل. يعني صحيح. هو فعلا ده هي خليتك يا دكتور، معلش انا هنا بهدي نفوس والله. هي خليتك تقول ان ده طمع. طمع. شفتي بقى؟ لا هو بصي، احنا مفتريين والله بجد. احنا ناس ايه يعني، نفهم الاول الوضع ماشي ازاي. هو لو هو لا لو بص دكتور، هو لو طمع لا هو 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 في بعض الاسباب ان ايه يخلي حد يبص لحد تاني، او ان هو مشاعره تتجه لحد تاني. خلاص، هل هو مثلا يبقى طمع يعني هو بيحب اتنين او تلاتة او اربعة في نفس الوقت؟ لا، هو ممكن يحب مثلا ايه في دي شخصيته، في ده مثلا الشكل، في ده الاسلوب بتاعه الكلام. لكن هو لما بيجي يرتبط بحد فعلا علشان حياة بعد كده،
لازم يكون في اقتناع تام بالانسان اللي هو ايه اللي هو يرتبط بيه. اقتناع تام يعني مثلا اقتناع مثلا بالشكل، انا مثلا بحب الشكل يكون حلو، فانا بالتالي انا مثلا ومن مواصفاتي ان انا فانا بدور على الشكل. في واحد تاني لا، انا اهم حاجه عندي الستايل بتاعها، انا بحب الواحده اللي مثلا ايه تبقى شكل لها شكل معين، بتروح النادي مثلا لا ده بتعمل كذا، ليها بوزيشن معين، وظيفه معينه. في واحد تاني بيحب البوزيشن، في واحد تالت بيحب العائله، في واحد تاني عاوز حد يناكفه، يعني عاوز مش عاوز حد يكون ايه ممل في حياته، عاوز دايما في ايه في اضطراب وخناقات. حوريني كلميني، ده اللي حبينا عليه والله. صح. في واحد تاني عاوز في ايه علاقات علميه ما بينهم، هو والله هو بيشتغل مثلا في مكان علمي وهو عاوز حد يكون توافق. ايه توافق. فهو هو بقى لما بيجي يرتبط لازم يكون مقتنع بالانسان اللي قدامه ده، ومقتنع بعيوبه قبل ما هو مقتنع بايه، وما يعتبرش ان ده عيوب، بيعتبر ان الانسان ده يعني في حاجه في تكمله، يعني هو بيكمل. انا مثلا ما بحبش فيك العيب ده، زي هي ما بتحبش فيه عيب معين، خلاص المفروض تروح تكمله مع حد تاني. لا مش تكمله، هي ما بتحبش فيه هو عيب معين. طيب فيبدا يعمل ايه، تفهمه انا ما بحبش العيب ده فيه. عارف دكتور رشا قالت ايه؟ يعني قصدها هي كويسه، انت بتروح تدور على يكملك. وانا اروح بقى انا فاهم انا فاهم ان هي عاوزه توصل لايه، بس مش هوصلها لها برضه. ايوه انا بهدي والله، يعني والله انا طيبه جدا الحقيقه. لا مثلا اتفضلي، يعني ده شعور. هو سيب دكتور رشا بقى تشتغل ما بين الرجل والمراه، هو شعور، هو احساس. فهل حضراتكم تروحوا تدوروا تكملوا نفسكم في كذا اتجاه، واحنا نبقى مستحملين حاجات كتير وساكتين؟ دكتور رشا الله يخليك يا دكتور. هي بس في هجوم، بس من لا هجوم ايه ده، كفايه الخناقه اللي حصلت جوه. لو في فايه. بص يا دكتور رشا، هسالك طيب سؤال تاني. البنت هنا لما عملت الموقف ده تجاه حبيبها اللي خانها، كان صح اللي هي الضربات اللي اديتها له جامد دي؟ هو انا هتكلم، اصل هي ضريته جامد. بصي انا هقول لك حاجه، احنا عندنا المراه بيبقى ليها كذا، على حسب سلوكها وعلى حسب شخصيتها وعلى حسب عزه نفسها، هل هي ممكن تعمل ايه او ما تعملش ايه. وده على فكره ما بيختلفش باختلاف التعليم، ده بيختلف ده انا كنت هقول لك بعد كده. الثقافه، ومنها الثقافه الاسريه، اهلها ربوها على ايه، اسرتها ربتها على ايه، عايشه في مجتمع شكله ازاي. فانا بشوف هو الانسان فضولي بطبعه، يعني انا ايه حاولت ان انا اتلصص عليه لحد ما انا عرفت عنه. تمام. المساله كانت لازم تقف ان انا عرفت عنه بقى انا اختار، هل انا اقاوم وصارح واقول وادي له فرصه، ولا عرفت عنه خلاص اطرده من حياتي والمساله تبقى خلصت. هي مش ترضيته دي، علمت عليه زي ما بيقولوا. ما هو نيجي بقى هنا، ده انا ضيعتك خالص، رجعتك تاني لنقطه الصفر. ابتدينا ننزل ونبقى زيه بالظبط، يعني هو تصرف سلوك سيء وهي كمان كانت في المقابل سلوك سيء. يمكن غصب عنها يا دكتور رشا؟ لا، ما ممكن نقول هو غصب عنه هو كمان، يعني هو كان داخل يهرج مع اصحابه، يمكن ده سلوك عنده هو غصب عنه، هو متعود ان هو يهرج ويضحك. تمام. اهو ده اسلوبه المتبع في حياته. بس هي سمعت حاجات مش لطيفه، يعني هي كمان اللي خلاها بتقول انا حاسب بكسره القلب، انها سمعت حاجات مش حلوه. في طرف ثالث في الموضوع، الموبايل. الموبايل صاحبتها، صاحبتها هو متغاظ من صاحبتها على فكرة. يعني ده دليل، لو ما كانتش قالت كانت دليل ان في هنا طرف ثالث، والطرف الثالث ده هو البطل بتاع القصه دي. لو هو من الاول هي واثقه فيه، وفي اخطاء هو عملها، فتبدا ان هي تصارحوا بيها ويفهموا بعض، تقول له على فكره هو مثلا من النوع اللي بيحب ممكن يتكلم ويهرج مع ده، لكن هي ما بتحبش ده، فتقول له والله انا ما بحبش كذا وكذا وكذا، مره هيعمل، مره ثانيه لا، مره ثالثه كذا، لغايه لما يبقوا متوافقين مع بعض. يعني هي خدت موقف عدائي على طول. موقف لا، وبعدين اللي شجعها على ده الطرف الثالث، يعني زمايلها نفسهم. المفروض ان هم بيقفوا موقف حيادي، او حتى موقف ان هم يلطفوا الموضوع، مش ان هم لا يعني سابينك بقى براحتك، يعني تعرفي الشغل بتاع ايه، احنا سابينك بقى براحتك بقى، مالناش دعوه. يعني انت قصدك بقى تقول يا دكتور ده شغل ستات يعني؟ يعني انا مش عارف. لا قصدك ايه يا دكتور؟ هم بيحبوا الطرف ده، يعني هو انا طبيعي لما اكون بحب حد منتميين ليها، يعني فبالتالي ان انا بنبهه لو في حاجه انا شفتها زياده عن اللزوم انبهه، وهو حر يعني يعمل اللي هو عايزه. فبرضو انا ما اقدرش اجيب في تنبيه، لا في تنبيه عن تنبيه يفرق، في انا بنبهك علشان ان انت يعني تفهم الشخص اللي معاك ده كويس والكلام ده، وفي في تنبيه تاني ان انا ممكن اخرب بيته، يعني اخرب العلاقه اللي ما بينك وما بين حد تاني. المفروض ان العلاقه اللي ما بين اصلا هو دلوقتي ايه، دي اصلا مش علاقه عمل،
على اساس ان هي يبقى في هدف معين وخلاص، وبيني وبينك العمل وخلاص. دي علاقات اجتماعيه. العلاقات الاجتماعيه دي ملهاش كتاب تمشي عليه، بالعكس انت في ممكن النهارده نقول حاجه، ممكن تاني يوم تلاقي في اختلاف تاني وتضاد تاني في المعامله. طيب ايه الكتاب اللي احنا نمشي عليه؟ التفاهم، هو ده المبدا اللي نمشي عليه. انا النهارده كويس وبضحك معاكي والكلام ده، تاني يوم تلاقيه ممكن زعلان، فانت تكون فاهمه فهماني انا زعلان من ايه الكلام ده كله. نفس النظام، انا مثلا لازم اكون افهم الطرف الثاني والكلام ده، وفهمك ازاي من خلال النقاش والاحداث اللي بتمر. يعني ده حدث قوي حصل يا دكتور. النهارده احنا لما نمشي مسافه ونبقى متجوزين ويكون عندنا اولاد والكلام ده، انا ممكن افهم والفت النظر علشان في حاجه تانية هبقي عليها حياتي واسرتي واولادي. النهارده احنا مخطوبين، يعني احنا لسه في الاول، انت لسه مختارني من شويتين. فاللي هو اجي بكره الاقيك، احنا لسه ما فيش روابط وما فيش اي حاجه، يعني ما فيش حاجه تجبرك ان انت تستمر او ان انت تشوف واحده تانية، وانا ليه احنا لسه ما يعني ما فيش علاقه ثابته. هو الدكتور هنا يقصد ان انا لو بحبه يعني هصلح منه، هقول له على الاقل اللي انت بتعمله ده غلط، تمام، حاول تصلح منه، حاول تظبط منه. هو قصده كده صح ولا ايوه؟ انا قصدي كده ان هو اصلا دي اللي حصل موقف من المواقف المتعدده اللي هتقابلهم، مش لازم الموقف يكون انا متجوز، موقف حصل. ممكن واحد يقول لي بلاش دي، ممكن واحد يقول لي والله انا شفت خطيبتك كانت ماشيه مع كذا 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 مع واحد، هل انا ده هروح اقول لها انت عملتي من غير ما اقول لها اعمل لها شرك واعمل لها خطه معينه وحد يصورها وهي ويشوف موبايلها والكلام ده كله؟ لا طبعا، ده مش اسلوب. لكن الاسلوب الصح ان يبقى فيه تفاهم. اول حاجه اثبت ان انا عندي ثقه في الشخص ده الاول قدام الناس، علشان ما اللي يقدر يصطاد في الماء العكره ما يخشش في الوقت ده. الدكتور هنا ان كانت ممكن يعني يعمل كده مع زميلتها، يعني مع انه وحش. مش بقول لك ان هو حلو، لا، مع انه وحش، لكن اثبت الاول ان ايه، ان هو لا انا ثقتي فيه كويس وهو كويس، علشان اللي عاوز يصطاد في الماء العكره ينسحب في الوقت ده. ايه اللي هيتبقى لي؟ هو الصادق. هي حاولت تثبت ده بطريقه ان هي قالت لصاحبتها طب اثبتي لي انت بتعملي ان انت تسجلي لي، ولقيت ان كلامها مظبوط، يبقى اذا صاحبتها ما كانتش بتقول اي كلام، هي كانت بتقول كلام لا لا. الدكتور هي بيتكلم على حاجه تانية. أنا يعني فهمت. انا كصاحبتها برضو انا شفت ان هي بتحب لا والمايك هيقع. انا شايفه مثلا، انا هشيل بقى السماعه معلش عشان هي وقعت فعلا. انا شايفه مثلا ان هي صديقتي دي بتحب وكانت برضو ما بتحبش قبل كده او الكلام ده كله، قلبها بالنسبه لها كنز، فانا كنت صاحبتها احاول ان انا احافظ لها على الحب ده، على الاقل انا اجيبه، وده وجهه نظري. يعني تعالى انت بتعمل كذا كذا كذا، صاحبتي مش هتتقبل كذا، اوجهه. صح يا دكتور ولا ايه؟ والله والله ممكن دي طريقه، يعني خلينا حنينين شويه على الرجاله يا جماعه، ما نهجمش عليهم. هو ممكن دي طريقه. القصد في الموضوع ان احنا ما نقدرش بلاش نقطع العلاقه ما بين اتنين بداوا ان هم يعني هيعيشوا مع بعض حياه. اصلا هو لازم هيبقى في مشاكل، ولازم هيكون في يعني دكتور، يعني احنا لما بنيجي نعمل حاجه كده ولا كده ولا في هفوه، الراجل الشرقي بيعرف يستخبى، لكن ده الراجل الشرقي في المكان كويس بتاعها وبتاع شغلها وقدام اصحابها، يعني اذا هو مش واخد باله ان في حد ممكن يزعل او حد ممكن يتضايق او حد ممكن شعوره يعني يبقى يبقى في ان ننبهه بقى هنا. يعني هو دلوقتي كل ده ما نبهوش. لا ما هو يعني هو طريقته كده، انا بقى انبهه. يعني ممكن على فكره انا زعلت ان انت اتكلمت مع زميلتي كده، انا بغير ان انت بتتكلم معاها بالطريقه دي، ما تبقاش تتكلم مره في مره في مره. هيبدا انا مش مع الدكتور محسن والله، بس عشان بس ما حدش يقول برضو عدوه المراه ويلا شكل كده اللقب ده خدني. انا شايفه او يعني حضرتك مثلا هسالك، انت لو بتحبي قوي الشخص اللي قدامك ده وعمل معاكي برضو اكيد عمل حاجات حلوه. اكيد ده الرصيد بقى، ده اللي احنا هنتكلم عليه، ده الرصيد. طيب احنا نرجع بس نكمل الموضوع ده بس بعد الفاصل. تمام ماشي، بعد الفاصل. لما انا أعزائي وحشتوني جدا جدا، وهرجع تاني أسأل ضيفتي الدكتورة رشا نفس السؤال. يا دكتور رشا، هل أنا عشان بحب جوزي قوي أو خطيبي قوي وعمل أخطاء ينفع ده إن أنا أتجاوز عنها؟ يعني هو ليه رصيد حلو مثلا عندي، ليه رصيد حلو قوي، هل عشان مثلا أخطأ خطأ بسيط كده صغير ما أتجاوز ولا أعمل إيه؟ أتجاوز في وقتها؟ لا، لازم أفهمه إن هو غلط. يعني أنا بيبقى عندي نية جوايا، اول ما بيحصل موقف بيبقى جوايا بيقول ابتعد، يعني خلاص كده على طول، ولا لا احنا ايه ناخد فرصه ثانيه. بس لازم مع الفرصه الثانيه يفهم ان هو غلط. بس في فرق بين المخطوبه والمتجوزه، يعني ما ينفعش واحده متجوزه تقول لك انا اول ما انت غلطت انا هرميك، ما ينفعش. لا انا ما بقولش كده. في مواقف معينه
ما بينفعش بعدها تكملي العلاقه خلاص. وفي مواقف ممكن تتحل، بس تتحل مع لفت النظر ومع ايه، جزء من مش هقول عقاب يعني، بس جزء من ان انا لازم ابين ان انا زعلانه، لان لو ما بينتش الموقف هيتكرر مره واثنين وثلاثه، وده هينعكس على الاولاد والاسره بعد كده. كل ما انا احافظ على الاسره وعلى شكلها، وكمان احافظ على شكلي قدام اولادي، ده طبعا بيحافظ وبيخلي الاسره تستمر بشكل كويس وسلوكيا كويس، ولادي ما يتعلموش من المواقف اللي بيعملها والدهم سواء الست او الراجل. هو المفروض اساسا ما يعرفوش حاجه خالص، ولا يعرفوا ولا يسمعوا، لان دي يعني انا شايفه ان هي حاجه خاصه جدا بين الزوج والزوجه، فيعني ما حدش يعرفها. حضرتك بتشوفي الكلام ده في معظم الاسر المصريه؟ المفروض هو المفروض، بس المعظم مش بيحترم الكلام ده. لا، المعظم سلوكيا مش بيحترم الكلام ده، يبقى كلام قدام الاولاد خاصة. قدام الاسره، ولا كمان ولا ابويا ولا امي يعرفوا حاجه. انا شايفه ان ده حبيبي، ده مش عارفه كذا كذا، ما دام اخطا افهمه، لكن ما يعني من الاخر كده ما مفضحوش وما اعملش مشكله كبيره. في بعض من المشاكل الكبيره بنلاقي الاطراف تدخلت غصب عننا يعني. في بعض المشاكل الكبيره بتلاقي الاطراف تدخلت. ده هسال فيه بقى دكتور محسن. لو الموضوع كبير شويه والاطراف تدخلت، رايي هنا ايه حضرتك؟ هو بدايه اي مواقف زي ما حضرتك قلتي والدكتور رشا، ان اي مواقف بتتم ما بين الزوج وزوجته او ما بين الخطيب وخطيبته، لازم ان هي يعني بتكون في اطار بينهم وبين بعض، ما دام هي في مشاعر ما بينهم. وزي ما يعني انا بشكر الدكتوره رشا ان هي قالت في رصيد، طبعا احنا بدلنا المكان. اخيرا شكرها، اخيرا شكر الدكتوره رشا عشان هو مستريح في المكان ده اكتر. فهي بتقول ان في رصيد، لازم معنى كده ان في رصيد. الرصيد ده اصلا ايه؟ هل هو رصيد فلوس مثلا معينه، رصيد مثلا حاجه معينه مثلا ماديه؟ لا، هو الرصيد كله عباره عن مشاعر ود ورحمه ما بينهم. يعني في حاجات انا صفحت عنها ليها، هي صفحت عني في حاجات، فبالتالي الراجل او الست بيبقى عارفين ان هو في خطا عمله، في خطا فعلا عمله، وهي يعني ايه عافت عنه. او نفس النظام، الست مثلا في خطا عملته وهو عافى عنها، او المهم ان في ايه، في رحمه ما بينهم. في ود بقى ان هو بيحبها، مشاعرها، ما بيحسش براحه الا لما تكون هي موجوده، ما بيحسش بضحك الا لما تكون موجوده، ابتسامته من قلبه لما تكون هي موجوده. كل ده، دي كلها رصيد هي حطاه للراجل ده، او هو نفس النظام. نبدا بقى، معلش انا هسالك سؤال كده ومحدش سمعنا خالص الحقيقه، اعرف ازاي ان الراجل بيخون؟ اعرف ازاي الراجل بيخون؟ دي يعني حاجات بسيطه. أيوه؟ جدا حاجات بسيطه. يا ريت نعرف بدليل، بدليل الراجل يعني اللي احنا هيقول على نفسه، هيقول على عليهم على نفسه. لا مش قصدي يعني هيقول عليهم، هيفتن عليهم، مستحيل. طب قول لي بقى، قول لي بقى، ما تخبيش حاجه يا دكتور. الراجل محصر. الراجل يعني بالنسبه للقصه اللي احنا قدامنا دي، هو الراجل اتقفش اهوت يعني. ده يعني فضح نفسه. يعني ايه؟ طب يعمل ايه عشان ما يفضحش نفسه؟ لا قول لي بقى، انت بتساعديهم؟ قول لي بقى، عرفني. لا انا عايز اقولها، لان طبعا الحاجات دي اقدر اقولها في الاعلام. طب وفي الاخر وفي الاخر هو يتقفش. هنعرف ازاي ان حبيبي ده او خطيبي ده بيخوني؟ ايه التصرفات اللي ممكن يعملها؟ بصي، هو التصرفات بامانه التصرفات هتلاقي ايه، في قله حديث ما بينهم يعني. في كان الاول في حاجات بينساها كتير، يعني مثلا اذا كان هو بيتصل بيها مثلا الاهتمام. بيتصل بيها مثلا كل شويه، كل ساعه، يبدا ان هو ايه العمليه تخف شويه. في كان الاول بيتصل بيها هو في الشغل، لا ما بقاش يتصل. تلاقي مثلا منشغل مثلا بحاجات تانية، زي ما احنا دلوقتي كلنا منشغلين بالموبايل او والسوشيال ميديا والكلام ده، بدا ان هو ينشغل بيه اكتر. تلاقي مثلا ايه، عملت لبست حاجه جديده او في حاجه جديده عملتها، ما ياخدش باله. ما فرقش او ما ياخدش باله، يعني هي ممكن يشوفها يلاقيها كويسه. ممكن حد تاني عليه نفس الحاجه دي، يبقى هو يبص كده، فدي برضو لازم تكون هي لماحه للحاجه دي، تبقى عارفه ان ايه اللي كان بيحصل وما بقاش بيحصل. اللي كان بيحصل اصلا بدايه اي علاقه بتبقى قويه شويه، فاي حاجه بتبقى مبهره. يعني هو مثلا تسريحه شعرها، او مثلا الميك اب، او اللبس بتاعها، اسلوبها في الكلام، اسلوبها في الضحك، اسلوبها في العمل، مشيتها، اي حاجه بيبقى هو مبهور بيها، ونفس النظام هي مبهوره بالكلام. يجي بعد كده الانبهار بيقل. ما فيش مشكله، ده على حسب الوقت اللي هو ماشيين، بس يعني مره واحده ان تقل خالص وان ما بقاش فيه اهتمام، لا هنا يبقى الزوجه دي او الخطيبه دي ما بقتش تهتم بنفسها اكتر، او هو ما بقاش يهتم بنفسه اكتر، او العكس.
هو شاف حاجة تانية في مكان تاني بقى. في مكان تاني، وده طبعا يؤخذ عليه يعني، احنا برضو لازم نكون وهيؤخذ عليك النهاردة لما تروح البيت. لا. لا على فكرة في بعض منهم بيبقى عنده احساس او شعور بالذنب، فتلاقيه ايه خلص مكالمة مع دي تلاقيه بعد ثواني يتكلم مع دي، هو ما كانش بيعمل كده قبل كده، فبنلاقي فيه تصرفات ما كانش بيعملها ويبتدي يعملها، فهي برضو بتشك يعني. اهتمام يجيب لها هدية، انت ما كنتش بتعمل كده قبل كده يعني، ده مش سلوك. انا لاحظت حاجة والله حلوة قوي، ان الراجل لما بيبتدي تهتم بالست قوي والهدايا واعرفي انه بيعميكي. ايوه بالظبط. ايوه لا هو تغير، هو تغير زي ما حضرتك بتقولي، هو تغير في السلوك او الايجاب. بتغير في السلوك في يعني ايه، من 180 درجه. منين انت؟ طب هو ده غباء. منين ما يعني ما تخليك ماشي على نفس اللاين بتاعك واعمل. لا هو بيبقى دايما شاعر بالذنب بقى يعني، بعد ما بيعمل كده مثلا بيحاول وده بقى اللي بيبقى عنده ازدواجيه، اللي هو بيحب دي في الشخصيه فعلا. بيحب دي لكن هو بيدور على الحاجه الناقصه في واحده ثانيه. ممكن بص اقول لك على حاجه، في كمان مش بتبقى موضوع الحاجه الناقصه، الحاجه اللي ما بتعملهاش دي مثلا، او لا هو عايز يحس بنفسه ان انا بقى مرغوب وانا حلو وانا جميل وكده. دي حقيقه بصراحه. لا لا مش في بعض الناس، ده هو كل الناس، دي اصلا طبيعه البشر ان هو يحب الاهتمام. لازم فاكرين انتوا يعني الاهتمام اللي حصل ما بين، بس بقى انت حاسين الاهتمام اللي حصل من المخرج ليا دلوقتي؟ طبعا ده ظبط لك القعده بتاعتك والاضاءه، وده كان ناسي قومنا احنا الاثنين والله. الاهتمام اللي ما بيطلبش ده الاهتمام، اي انسان لازم يكون ايه بيحب اللي يهتم بيه. كل حلقه لازم ليه قصه معانا والله. الاهتمام بيبقى يعني شيء كويس، ان الانسان يبقى حاسس ان هو مرغوب. طبعا. طيب برضو سواء راجل او ست يعني، بس تبقى الست اكتر شويه. فعشان كده بيوصي دايما علماء النفس وحتى في اي دين بيوصي ان انت تهتم بالزوجه اكتر، ان انت رفقا بالقوانين ورفقا بقى دي لو اتكسرت هتجرح. ورفقا دي هتجرح. ايه انت بتبص على يعني 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 انت بتطلع من يعني ممكن تأثم لو انت ما يعني ايه ما قلتش ان هي جميله، وان انت بدات تتقبح فيها وهي اصلا جميله، وممكن العكس ما تكونش جميله اصلا بس انت بتقبح فيها وتقول لها لا المفروض ان انت بتجيب الحاجات الجميله، حتى ما تعتبرش كذب يعني. انت مثلا لو هي مثلا مش حلوه وانت قلت ده انت جميله بياخد عليها ثواب. فهو ازاي ان انت ده راجل وعاوز اهتمام والست عاوزه اهتمام، فهو هما الاثنين لما يبداوا فاهمين بعض. وعلى فكره الاهتمام عن الاهتمام بيفرق يعني، مثلا لما انا مثلا راجل بحب اكتب واحب مثلا بعمل مثلا رسائل او بعمل ابحاث، لما يجي واحد مثلا او شريكه حياتي يقول لي والله كوبايه القهوه دي ليك انت، في لام كويسه طلعت، ده في يعني اهتمام، مش اهتمام بالشكل، ده اهتمام في الحاجه اللي انا مهتم بيها او اللي انا بحبها. مشاركه. اللي هي مشاركه. حضرتك برضو بتحبي مثلا بتلبسي ساعات معينه، بتحبي لبس الساعه مثلا معينه، او بتحطي مثلا حاجه بيرفيوم معين، فانا اقول لها البيرفيوم عليكي ده من غير ما اجيبه حتى، البيرفيوم عليكي ده جميل جدا ريحته حلوه قوي، او ايه يا سلام لو جابه، او جابه يا سلام وضحى شويه لا وجابه عشان يبسط الست. هو لا ما إيه هو دي برضو خلي بالك، هو لو بخيل في المشاعر هو بخيل في كله. صح. يعني هو واكتر حاجه في الراجل فعلا اللي انت ممكن تقولي عليه ان هو لا يطاق، الصفة اللي ما تنفعش تكملي معاها. حاسه ان هو في الحلقه دي خدها منك. مين خدها منك؟ انا سايباه خدها منك عشان كده سالك سؤال دلوقتي. انا كسبت فيها على فكره الجوله الاولى، انا كسبت فيها. لا ما انت بتتكلم صح، انت بتتكلم بمصلحتنا، يا ريت تعملوا كده والله. انا سايباك عشان تنصحهم، عشان ما يعني اكيد تنصحهم يعني. هم شغالين كويس. بصي يا دكتور رشا خلاص بقى، معلش معلش دكتور محسن يعني حبيبنا برضو. من وجهه نظرك يا دكتور رشا، لو رجعوا لبعض تاني هي هترجع تاني تثق فيه، او هو هيرجع تاني يثق فيها؟ هما لو قرروا يرجعوا يبقى اذا هما قرروا يتجاوزوا عن اللي فات. احيانا هيشك او هتشك، دي طبيعه البشر، لحين ما هتتاكد او هيتاكد انه لا السلوك ده ابتدى ينتهي خلاص، وان ترجع الثقه شويه بشويه. لا حكايتنا دي بالذات يعني، انا هي بتكلم على الحكايه دي لانها دمرته هي، ما عملتش حاجه سهله، هي ضيعته خالص، ضيعت شغله، حاجات كتيره قوي. هو هنا في حالته هنا هيثق فيها او هي هتثق فيه تاني؟ هو انا هنا في الحاله دي اصلا عشان هي حاله يعني هي حاله كانت لسه خطوبه او كانت لسه ما قبل الزواج والارتباط والكلام ده. انا في الاول خالص لما انا اعمل كده وهي تعمل كده، هما الاثنين على فكره سلوكهم خاطئ بالنسبه لي. يعني هي خاطئه هي جدا أكتر. هي اكتر هي خاطئه جدا، وهو كمان كان مخطئ جدا. لكن انا علشان ارجع تاني ما اعتقدش ان العلاقه هتبقى
تمام او هتبقى سويه. انا لما باجي ارجع تاني في علاقه بيبقى لازم يكون عندي اسباب قويه، وغالبا دي بتبقى في العلاقات الاسريه بقى اللي هي ايه بعد ما بتجوز يكون عندي ايه، انا هبقى زوجه فاللي هو ايه اغفر مره اخفر التانية علشان انا عندي اسره هيبقى فيها توابع سيئه لو انا سبته او هو سابني. فده بيخليني اتجاوز لاول وهله يعني ايه، وبعد شويه بنسى بقى وبترجع العلاقه يعني شويه بشويه كويسه. طيب هل هي ممكن هنا في حكايتنا النهارده هي تكون كانت مقصره معاه، يمكن كانت بتخرج مهتميه برضو بشغلها قوي؟ ده اللي انا لازم احاسب عليه نفسي قبل ما احاسبه يعني. انا تبص في المرايه بقى بالزبط. شوف انت كنت بتعملي ايه كمان بالظبط. بالظبط يعني انا ما ينفعش اقوله انت مخطئ او بتهزر، يمكن هي مش مدياله مجال للتفاهم للحوار للكلام للخروج ان هو يقول لها كل حاجه حصلت، كل ده ممكن تكون هي قافله عليه لان هي مش مستحمله جنب شغلها او شغلها واخد كل الوقت، او هي شايفه ان هو ده يعني هو ده المفروض المعامله. المفروض هو الاول قبل كمان ما يخون لازم يكون بيلفت انتباهها، انا مش مستريح انا عايز نخرج انا عايز كذا، لكن مش يروح لان ده هو بوظ شكلها قدام الناس كلها يعني هو قلل احترامها قدام الناس، فده ما ينفعش من قبل ما الفت انتباهها. لازم الفت زي ما هي كانت لازم تلفت انتباهه ان هو اخطا، هو كمان كان لازم يلفت انتباهها في تقصيرها، لازم يقول لها انت مقصره واحد اثنين ثلاثه. هو استسهل يعني انا بلعب بقى هنا وبهزر هنا وبضحك هنا والكلام ده كله وخليكي زي ما انت بقى. ما هو هي برضو لازم كان في المقابل ممكن يكون يعني طالما برضو انا شايفه ان هو طالما مش موجه لشخصيه معينه او لوحده معينه او للكلام ده كان ممكن يعني كان ممكن بالتفاهم يجي منه شويه يعني ممكن انصحه ممكن اقول له ممكن، لان مفيش واحده معينه هو مركز معاها وبيخونها معاها، ده هو اسلوبه او اسلوب حواره او التجاوز ممكن يكون. انا ده شايفه حاجه كده من القصه يعني هي بتقول ان هو اول ما خرج من عند صاحبه الشغل جري عليها هي طبعا ولا حصل كذا وحصل كذا ومش عارفه ايه والكلام ده كله، هل هنا كان فعلا هو بيحبها واخطا غصب عنه؟ هو ممكن ما يكونش في يعني هو مش مدرك انه اخطا، هو جري عليها هي اول واحده، هو ممكن يكون ده اسلوبه وده بالنسبه له مش خطا يعني هو ان هو يتكلم ويضحك في الشغل والكلام ده كله مستبعد انها تكون هي عملت كده علشان يكون رد فعلها اللي هو عمله ده، لان هو ده اسلوبه واسلوبه، فهو مستبعد انها تكون اذيته بسبب السلوك ده. وبعدين هو قريب منها وهي قريبه منه، دليل ان هو لما جري عليها ده دليل ان هي يعني تعتبر بالنسبه له هو الشيء الحنون بالنسبه له او الشيء ذو الثقه. انا عايزه اقف هنا بقى عند النقطه دي. دايما الست المصريه تقول لك ايه هو هيلف يلف ويرجع لي، تمام؟ هو بيعمل اللي بيعمله بره بس هو في الاخر عندي وبيجي يبات في بيته وجوزي وعيل، مش فاهمه ان هو كده بيستنزف يعني طب هو بيعمل ايه بره؟ ما هو بيخلص مشاعره بيخلص طاقته، هي راضيه بالجزء اللي هو بيديهولها جوه البيت اللي هو القليل قوي، فده برضو يمكن هي شايفه ان دي الطريقه الناجحه عشان يعني تستمر الاسره محتفظه بيه. بس ده بعد شويه يعني في بعض الدراسات او يعني في اغلب الدراسات على المجتمع الشرقي بتلاقي ده بعد شويه بيبوظ الاسره نهائيا وبيفقد الاحترام ما بين افراد الاسره، يعني ده بيأثر على الاسره والاولاد بعد كده. خلي بالك ان في حاجه معلش وقتها كمان حضرتك فضل. احنا العمليه ان احنا نحافظ على الاسره ككيان واولاد والكلام ده جزء، ونحافظ على المشاعر داخل الاسره ده جزء. انتهاء المشاعر بينهي العلاقه. ايوه انا دي اللي انا عاوز اوصل لها، ان فعلا انا لما اكون انا يعني ان انا يعني ارضى بالقليل وارضى اقول ماشي مشكله عشان بس اولادي والكلام ده كله ده شيء خاطئ. ليه؟ لان مين قال لك ان الاولاد مش هيطلعوا هنا مشوهين نفسيا؟ طبعا حتى بعد الانفصال خلاص. ومين قال لك ان هم بعد ما هم يعني يكبروا ويتجوزوا العلاقه بينك وبين الزوجه هتبقى كويسه؟ ده هو علاقه هتلاقي فيه خرس زوجي هنا كل واحد في جهه. يعني انا يمكن قلت عليه في بعض الحلقات اسمه الطلاق الصامت. كل يعني واحد بقى واحد خلاص. الاهم في الموضوع ده كله يعني حتى في القران الكريم جعلنا بينهم موده ورحمه، ما قالش بقى ان ايه ان هو في كيان وان في لازم تحافظ على اولادك والرعايه للاولاد والرعايه للزوجه ده لازم الراجل يقوم بيه، لكن اساس ان انت تقوم بيه الاساس ان في موده ورحمه ما بينك وما بينهم. فهو يعني اسال دكتور محسن سؤال. اتفضل. هو فاضل دقيقه. دقيقه واحده؟ اسال. طيب. نص دقيقه ونص دقيقه. طيب النص ليه المراه دلوقتي بقت تتجه لانها تقول انا اشتغل او اعمل او اكون مستقبلي، مع ان كان زمان المراه المصريه ممكن تكون مهندسه ودكتوره وتقعد تربي الاولاد في البيت. دي قصه كده يا دكتور. الاجابه بتاعتها ممكن هقولها لك في كلمه واحده. تمام. عدم شعورها بالامان مع الراجل. بالظبط.
الحلقه كانت جميله قوي قوي معاكم بجد، ويعني الدنيا بقت لطيفه الحمد لله، مش زي ما احنا سمعنا في الكنترول روم. حبايب قلبي، من وجهه نظري الحب ان احنا فعلا نكمل بعض، اشوف ايه اللي هو ناقص عنده او انا ايه اللي ناقص عندي ونكمله، عشان الحب استمرار للحياه. هتوحشوني جدا جدا لغايه